معانا والدكتورة المخرجة المنتجة المؤلفة الأستاذة في الأكاديمية، يعني 70 حاجة بس مش باخدة ضعها خالص، والصديقة والممثلة العظيمة طبعا، الممثلة العظيمة طبعا الأستاذة سميرة محسن. أهلا يا دكتورة، ازي حضرتك؟ أهلا بيك. حضرتك كلمتيني الدكتورة سميرة محسن صديقة، وأول واحدة لما كان ينزل يعني فيلم أو حاجة قبل الموبايلات، قبل الموبايلات عليا على الانسر ماشين الصبح وانا صاحي، اول رساله من الدكتوره سميره تهنيلي على الفيلم او على العمل، يعني لقيتها مكلماني وانا برد عليها بحسن نيه، بقى تقول لي مبروك على البدله مثلا اي حاجه يعني، فلقيتها بقى بتقول لي ازاي انت ما جبت سيره الاكاديميه، احنا يعني احنا اكاديميه بنخرج فنانين و و و، فقلت لها بس بقالكم كتير قوي ما خرجتوش اسماء احنا نعرفها، يعني كل اللي موجودين في السوق خريجين مركز الابداع. فقالت لي لا ده مش حقيقي، فقلت لها حضرتك تتفضلي عندنا في البرنامج تحكي لنا قصه المعهد، ايه سبب ان مفيش مواهب دلوقتي بيطلعوا كتير، التقصير جاي منين؟ جايز مننا؟ هو جاي، هو من كذا جهه. اتفضلي يا دكتور. التقصير من كذا جهه. اولا لسه من 3 سنين مطلعين حسن الرداد. تمام. السنه اللي فاتت طلعنا 3 سنين ازاي بس؟ اذا كان اصلا حسن الرداد في الجماعه بقاله 5 سنين. معلش، هو اشتغل وهو في المعهد. كان لسه في المعهد. طبعا. طب تمام. وانا اللي موديها للاستاذ نور الشريف. كويس جدا. وفي طارق صبري لسه متخرج السنه دي، شغال مسلسلين السنه اللي فاتت. والنقاد والدنيا كلها بتتكلم عليه. لا ما احنا ما عندناش اي طبعا شك في ان انتوا اكيد الاكاديميين هتطلعوا. انت بتقول لي من فتره في الحوار اللي بيني وبينك قلت لي ده من ايام جيل السقا ومجدي ورامز وحلمي. بس هل انت شايف ان الاكاديميه في طوال هذه الفتره من ايام هذا الجيل لما تطلع 2 هما دول يعني ده كفايه على الاكاديميه؟ مين قال كده؟ الـ بص حضرتك، المساله دلوقتي ما كانش موجود الاول حاجه اسمها ورش. تمام. اولا انتشرت بشكل رهيب جدا ورش التدريب على الممثل. يعني زي دلوقتي في ورش خاصه وورش عامه وبتاع وكده. فيعني في حاجه اسمها ورش. تمام. فالمنتجين بتستسهل، وخاصه بعد الثوره بقت النقابه دلوقتي مش مادة ايدها في اللي بيشتغلوا، مش نقابيين وكده او بياخدوا تصاريح، فبقت المساله سايحه. تمام. فالمنتجين بتروح مكلمه الورش عايزين كذا 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 ودربهم لنا. هل انت تعرف الورشه دي اللي بيدرب شغلته ايه؟ بس انا ما يعنينيش شغلته ايه، انا يعنيني لما يجي يمثل عندها الاقيه. ما هو لا، هو اللي بيحصل ايه؟ الورشه دي عندها صور كتير ناس من بره. ماشي. فبتروح تعرض الصور. اوكي. بس انا لما بجيبه يا دكتوره عندي انا المخرج بتاعه بنعمل له اوديشن بنتفرج عليه، انا لا يعنيني اصلا هو جاي منين، انا يعنيني هو موهوب ولا مش موهوب. مين اللي بيعمل له الاوديشن؟ المخرج ومساعدين المخرج. المخرج ومساعدين المخرج بيعملوا مقابلات. مقابلات. ماشي. ما هو مقابلات بيخليه يأدي مشهد. هو مقابلات يعني بيقول له انت شكلك ايه، بيأدي مشهد. هو بيعمل ايه بقى المنتج او المخرج؟ بيكلم الورش دي. ماشي انا موافق، بس الفيصل عندي بلاش ورش خالص يا دكتور. انا ماشي في الشارع عجبني شكل حد، تعالى يا ابني انا عايزك تمثل، لقيته بيمثل خليه يمثل. ما هو طبعا ده مش ممنوع. انا اقصد اقول لحضرتك مش مهم اللي بيعمل ورشه، الفيصل بيطلع ايه هو ده. الاول حاجه نتفق عليها ان الموهبه اساس في اي مكان. موافق. يعني انا مش بقول لازم، طب ما انا مطلع احمد عز وخالد سليم مش من المعهد. طب مثلا في فيلمك الاولاني. تمام. يعني انا مطلعاهم لان مفيش متوفر زيهم عندي. كويس جدا. وانا اللي دربتهم. طب قولي لي سبب عشان بس الناس تبقى معانا. الاكاديميه يا جماعه هي المكان المفترض ان هو مكان الدراسه الاكاديمي البحث، اللي بيخشوا بيطلبوا مثلا بيتقدم له 4000 5000 كل سنه، بياخدوا منهم 20. فالمفترض ان انا ال 20 دول، المفترض ان دول عباقره، اللي انا واخدهم من ال 4000 5000 دول 20 واحد في تمثيله في اخراجه في مش ضروري يطلعوا عباقره. الحاصل اللي انا يعني قلته ان انا ملاحظ ان بقى لي كذا سنه ما شفتش حد يعني ذات وهج خاص زي دول. فحضرتك قولي لي الاسباب، احنا مقصرين ما بنجيش نتفرج. بالظبط. المعهد فيه ايه تقصير؟ لازم يبقى المعهد له دور. احنا كحكومه السيستم مقصر. تمام. ايه بقى السيستم؟ ما بنعرفش نعمل دعايه جيده كويس للخريجين بتوعنا كويس ساعه
الفرح بتاعهم ساعه التخرج بتاعهم. تمام. ده بيبقى عرض. المفروض المعهد يكلم حضرتك ويكلم فلان ويكلم المهتمين. تمام. يكلمهم بحيث يجوا يشوفوا. ده ما بيحصلش. ما بيحصلش لان احنا سالنا رئيس الاكاديميه قال احنا شغلتنا تعليمه بس، اي معهد في العالم شغلته تعليم بس مش شغلته دعايه. فاللي بيحصل ان احنا بس دي مش نظره يعني. هو مين العميد؟ انا مش عارف اسم العميد. العميد الدكتور عبد المبارك قسم ديكور. طيب مش دي نظره يا دكتوره؟ خلينا بس نسمي الاشياء بمسمياتها. حته ان احنا بنعلم وبس على عيننا وعلى راسنا، بس انت في الاول وفي الاخر اذا كانت الحياه بتتغير كل يوم، وإذا كانت المعاهد زمان بتتعلم وبس، ما كانش فيه الميديا المنتشرة دي زي ما حضرتك بتقولي، ما كانش فيه العلاقات، وما كانش أنا كواحد هعرف منين؟ يعني أنا هقول لك على حاجة. بعض الأحيان لما بيجي لي ناس وبنعمل يعني زي ما حضرتك عارفة كده اختبارات للممثلين، أما يجي حد يقول لي أنا خريج معهد بقول له تعالى على جنب أنت. ده حقيقي. واسأليهم يا ابني أنت مفروض أول واحد تخش، لأن أنت أوريدي تم اختبارك وتم تعليمك 4 سنين وبصعب عليا ان هو جاي واقف زيه زي الباقيين. فانا او الاستاذ جمال العدل او الدكتور محمد او الاستاذ سامي كلنا بنقول له انت الاولى. الاستاذ جمال العدل كان عامل الاوديشن ده ابن الاستاذ جمال. وبعت انا 3 من عندي جيدين جدا. معرفش حصل ايه يعني. بس المهم ان انا ببعت او انا مثلا افرض مدحت بينتج بكلمه. هو ده اللي انا عايز اقوله يا دكتوره، يعني في حته ان احنا مهمتنا نعلم وبس، يعني خلينا نغير لا شويه. لا ده القانون ماشي، لكن احنا بنعمل احنا طلعنا ازاي؟ من اساتذتنا. ما هو ده اللي انا بقوله، يعني يعني المشكله في التواصل ده. يعني اذا كان هناك مشكله في التواصل بين المعهد وبين الشركات او المبدعين وبتاع، يعني احمد عز كان هيطلع مثلا، احمد عز طلعته ايناس وحضرتك اخترتيه وقعد 3 سنين. تمام. وخالد انا شفت الفيلم قلت هاخد احمد عز. كويس. خالد سليم شفته في غنوه. تمام. قلت ده هينفع في الفيلم. عظيم. لو حضرتك بقى ما كنتش عملتي ده كان ممكن الاثنين يفضلوا ما حدش يعرفهم، فهذا التواصل لازم يبقى موجود. فلازم عايزه مساعده. انا لوحدي ما اقدرش. انا واشرف زكي بنعمل ده. تمام. بأشرف زكي بصفته كان نقيب قبل كده وكان عامل سيستم. دلوقتي بيحاول أشرف يرشح ناس وأنا بحاول أرشح ناس. لكن أنا عايز أقول لك على حاجة. أنا كتبت فيلم ولسه كنت بكلم الأستاذ محمد رمزي، قلت له الفيلم كله جداد وهجيب تلامذتي بقى ضيوف. هجيب السقا وهجيب رامز وهجيب يقفوا جنب الأجيال الجديدة، وهجيب أحمد عز وهجيب إلهام شاهين، كل واحد يعمل مشهد أو اتنين بحيث الفيلم يبقى فيه نجوم ويطلعوا زمايلهم. الله الله، فكره رائعه جدا. قلت لهم انا مش عايزه يعني انا مش عايز ثمن السيناريو. مش عايزاه. بس نطلع ناس، نطلع بس يبقى جيال. انا اما اطلع 7 في فيلم و7 بيساعدوهم نجوم كانوا من هذا المكان. دي اللي انا بعملها لوحدي. تمام. طب يعني ليه ما يبقاش يعني مش عايز اقول مش ترند، عشان ليه ما يبقاش ده يعني نظام المعهد؟ حضرتك استاذه فاضله وفي دكاتره كتير اكيد شاطر لهم علاقات، اللي حضرتك مثلا بتكتبي وبتنتجي، في غيرك بتاع ديكور بنجيبه في ديكور بيعمل يقدر يقول لنا برضو يعني يعني ايه القصور اللي في المعهد غير الاعلام؟ انت شايفه ان طرق التدريس مثلا محتاجه تطوير؟ ما اتغيرتش. احنا دلوقتي على النظم الحديثه جدا. تمام. جدا. تمام. يعني احنا دخلنا حاجه يعني حاجه اسمها اتيكيت، شلبايه بتيجي تدرسها. تمام. اذاعه بتدرسها ايناس جوهر. سينما بيدرسها 2، مره الاستاذ سمير ومره الاستاذ بدرخان. تمام. احنا جايبين بتوع السينما بيدرسوا سينما. هايل. وبنوديهم للاستوديوهات. كويس. يعني احنا فاتحين اللائحه الجديده مفتوحه جدا. هايل جدا. يا ريت اللائحه المفتوحه دي تكمل بقى. مش في اللائحه ده تخصص انك تنشر، مش شغلتك. ما انا هي مش شغلتكم، بس طالما ان حضرتك عايزه تساعدي واحنا عايزين نساعد بان احنا نعرف ليه ما يحصلش هذا التواصل. اصل هو يعني اللائحه لا هي قران ولا هي نازله منزله من السماء، ليه ما يحصلش ان تعملوا مثلا عرض بدل مثلا من العرض مثلا بتاع اللي انتوا شايفينه ان هو عرض كويس قوي يتعرض في مسرح الجمهوريه وتدعي ناس؟ هو انا اتفقت مع احمد حلمي ومع احمد السقا، كل واحد فيهم هيعمل عرض
خاص بالمعهد مش هياخد ولا مليم. حتى احمد حلمي قال لي انا هعمل الدعايه على حسابي هايل، وهيبقى معايا ناس اقدمهم. السقا قال لي اللي انتوا عايزينه واطلع معايا خمسه سته كويس. وهيبقى على مسرح المعهد تمام، وبفلوس للناس والفلوس دي للاتحاد، ونعمل دعايه. كل اللي بتقوله عظيم، كل ده مجهود شخصي. طب ماشي، انا موافق حضرتك مجهود شخصي، وانا يعني انا لما انت كلمتيني انا حاسس يعني ايوه بوجع عارف ليه هذا المجهود الشخصي ما يعممش وما يبقاش ده مجهود المعهد؟ ليه ما بتقعدوش يعني؟ بصراحه انا مش بتكلم على المعهد طبعا، مع عظيم احترامي للاساتذه اللي كل هناك، احنا مش عايزين موظفين يا دكتوره، احنا عايزين ناس عندهم ابداع زي ما حضرتك بتقولي كده، ان انت تفكري فتجيب احمد حلمي تقول له اعمل لي، فيقول لك انا عامل ده على حسابي من واحمد سقا. ده اسمه ابداع في التفكير، وتفكير غير بيروقراطي، وتفكير. ليه ده ما يعممش؟ ليه ده ما بتقعدوش تعملوا زي ما بيقولوا يعني برين ستورمينج؟ ليه يا دكتور؟ في حاجه، في اساتذه عندنا اسمهم خوجه، والخوجه ده شيء معترف به، يعرف يدرس تمام كويس كويس، لكنه مش نجم يعني ملوش علاقات، واخد بال حضرتك؟ فاللي ليهم اسم وليهم علاقات مع شركات الانتاج ومع حضرتك ومع كل الناس ومع كل الناس يعني. لسه مكلمه الاستاذ رمزي دلوقتي. قليلين. اوكي قليلين. يعني انا مثلا استاذ محمد عبد العزيز حضرتك عارفه، استاذ محمد عبد العزيز المخرج طبعا طبعا، استاذ معهد السينما، انا طلعت معاه خالد النبوي وهو طالب في سنه تانية. خالد النبوي على فكره يا جماعه ضيف يوم الخميس ان شاء الله، اهو ده ابداعي برضو. انا اللي طلعته. يعني قصدي اقول لما بنلاقي مجال، بس هو في حاجه انا سمعتها وانا قاعده بره، ان المخرجين الجداد كلهم مش عايزين تعاون مننا. مش عايزين تعاون مننا؟ ليه؟ الجيل بتاعنا واخد كله من جيله، مع ان تواصل الاجيال ده شيء جيد جدا. مش عايز جيل حضرتك يمثل يعني معاه؟ انا بتكلمش على التمثيل، لا مش على حضرتك. يعني اقصد اقول لك يعني ايه المخرجين الجداد مش عايز حد من جيل حضرتك؟ بمعنى يعني إيه؟ اي لو انا جيت قلت له ده كويس طيب ماشي. انا اشك في اللي حضرتك بتقوليه ده، لان انا عايز اقول لك بس يعني انا اشتغلت مع محمد جمال العدل في الداعيه، ومقدمين اربع خمس وجوه جديده، وكل الافلام اللي طالعه كل المخرجين الجداد بالعكس انا شايف ان هم طول الوقت بيتمنوا وجوه فريش نضجة طازجة الناس تتفرج عليها وتحبها، لان لما بيبقى نفس الكاست بتحس ان ده مسلسل. فانا بيحس انه قديم يا دكتور. هل حضرتك تتخيلي انك تجيبي لي حد موهوب يضيف لعملي وانا هرفضه عشان الدكتور سامر محسن يبقى مش انا؟ لا ولا انا مش بتكلم عن انا بتكلم او اي حد عموما. الكونسيبت انا جميع الفتره كده من قيمه اربع سنين كانوا المنتجين بيكلموني او المخرجين اصحابي بيكلموني عايزين مواصفات كذا كذا، اقول له هبعت لك ثلاثه في الستايل ده تشوف. فكان كده بيتاخدوا. دلوقتي مفيش تواصل. يعني عشان كده مفيش دعم. طب انا اسال حضرتك سؤال نقلبه في الموضوع، انت شايفه ايه المميزات اللي عند خالد جلال اللي بتخلي كل الاولاد اللي عنده منتشرين في مصر كلها بقى لهم خمس ست سنين؟ هو ايه؟ هو بيعمل دعايه، بيعزمك وبيعزم ده وبيعزم ده. خالد شعله نشاط. خالد مش بيشتغل علشان هو موظف، لا ده بيشتغل عشان هو حابب. يبقى انا قلت ايه بقى اللي كنت بقوله من شويه؟ حضرتك حابه فبتعملي كده. يعني اتمنى يعني انا رايي انا يعني اللي يبقى جوه معهد فنون مسرحيه بيشتغل اي حاجه في المعهد، استاذ معيد، لازم يبقى راجل مبدع اكيد، مش خوجه بس. يعني في فرق بين خوجه ومبدع، لازم يبقى خوجه مبدع. يعني ما تقنعنيش بغير كده، ما تقنعنيش بغير كده. انا راجل استاذ ديكور، بعلم ديكور، هل ينفع ان انا اعلم ديكور وانا مش مبدع، او اعلم مونتاج وانا مش مبدع؟ هذه الاختيارات اللي بتخش في خانه الموظف هي اللي بتخلي الخريج محدش يعرفه، ومش لان القلق اللي عند حضرتك انت بتنتجي وبتمثلي وبتخرجي وبتكلمي وبتعملي، لازم كل الاساتذه في المعاهد الفنيه لازم بالشكل ده. انا اقبل ده في معهد في كليه تجاره استاذ، وان انا اتمنى برضو انه يبقى مبدع، لكن انجاز ده يحصل في كليه تجاره لا يمكن يجوز ان يحدث في اكاديميه المعهد، ان انا يبقى عندي خوجه وشكرا لك. لا
خوجة ازاي؟ راجل لازم يبقى مبدع في منطقته. هذا الابداع دكتورة اللي بيتيح ان انا بقى تبقى عند عين وان انا بكلم فلان. المنظومة دي من وجهة نظر انا لازم تتغير. يعني يقول لك ده بتدرس كويس بس ما بعرفش يمثل. طب انت بتدرس تمثيل ازاي؟ انا اعرف اساتذة في المعهد لن اذكر اسماء. اكاديميين جدا وشطار جدا بس تعالي بقى حطيه في اي منطقة ما فيش زي ما انت بتقولي بيدرس وخلاص. ده سببه ايه؟ تغيير يعني في اصل المعهد عندنا. انا مش عايز اي احراج من اي نوع في لا يعني لا 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 لا, لا يعني اقصد اقول لك انا مش عايز احطك في عندنا في عندنا القسم في بيطلع منه مساعد مخرج يعني بيتعين مساعد مخرج تمام ففي ممكن يتعلم الاخراج اوكي في يبقى مخرج اذاعه فبيتعلم الاخراج تمام في بيبقى تمثيل تعلم التمثيل انا بتكلم على قسمنا ماليش دعوه بالديكور ماليش دعوه بالدراما موافق انا بتكلم على قسم التمثيل والاخراج في بيبقى مخرج مسرح مخرج اذاعه مخرج تلفزيون والى اخره حد عندك في في الاولاد اللي عندك اللي انتم منقينهم من وسط 4000 ويبقوا صاله 20 هل حد عندك ممكن انت تختاريه ما يبقاش مبدع انت ممكن تنقي حد ما يبقاش مبدع؟ لا مش كده؟ انا لا مستحيل صح كده؟ لا وممكن قوي يبقى وممكن نختلف في اللجنه لا ده موضوع تاني لكن انا رؤيتي انه لو موهوب 40% طب ما انا هدرس له 4 سنين تمام هيبقى كويس يبقى في بيز موهوب اهو تمام وشكله كويس في بعض الاساتذه بتقول لك لا لازم يبقى على الاقل 70% طب هيتعلم ايه يا جماعه؟ طب ما هو جاي يتعلم بس هو في مواصفات ان لازم انه يكون يعني ما فيهوش مثلا عاهه انه ما في ما يكونش بيسقف ده الحاجات العاديه يعني العاديه زي اللي داخل كليه الشرطه له مواصفات وزي واكل انا موافق كويس انا موافق لحد ما السنه دي والسنه اللي فاتت طبقنا هذا النظام ان على الاقل الموهبه 40% تمام 30% وانا هدي هزودها له وانا 4 سنين هيدرس بالظبط حضرتك لو تعرف بيدرس كل حاجات فنيه بيدرس بانتومايم بيدرس لياقه بيدرس رقص رقص تاريخي مكياج اذاعه تلفزيون سينما انجليزي بيدرس حاجات كتير جدا عندك كم واحد في قسم التمثيل يا دكتور الاربع سنين يعني حضرتك مثلا دفعه البكالوريوس الرابعه اللي انا بدرس لها دي تو سيكشن السيكشن 7 14 هايل ليه لانه اللي بيدخل في اولى 20 بيطلع تانية بيبقى 18 واحد طبعا اكيد على ما بيتصفى وما تعرفش ال 14 هيتصفى ولا لا تمام يعني ممكن يبقوا 12 يعني دفعه السنه اللي فاتت دي كانوا 26 كويس اتخرج 8 طب الثمانية اللي اتخرجوا دول حضرتك شايف ان هم لازم يبقوا شديد الموهبه وطلعنا واحد فيهم اللي هو طارق صبري والوقت ما شاء الله عمل مسلسلين وماضي مسلسل 60 حلقة والسبعة التانيين راحوا فين؟ في منهم اللي عنده مادة يعني لسه مرتبط ماشي ماشي لكن دول انت شايف ان هم موهوبين جدا؟ يعني فيهم الكوميديان فيهم التراجيديان فيهم الجان يعني في ممثل منهم متخصص قوي في الكاركتر في انه ممكن يعمل عبيط ممكن يعمل كده يعني كاركتيري يعني تمام. في منهم 5 كويسين جدا جدا طرح. يعني هو اللي فلت طارق لانه جاد اوكي جاد فده مع ان دكتوره حته الجان دي يعني ما بقتش قوي الناس حابه قوي الشخصيات اللي من الحياه دي يعني اللي هي ما هو يا جان ما يديك دي الميزه انه يديك فيلن ويديك حبيب ويديك ابن ناس ويديك واد صايع اللي هو بتشكله فبيتشكل يعني مجموعه مواهب فده تلاقيه نادر شويه عشان كده هو ده حضرتك بتعملوا لهم عروض عالميه مثلا زي زمان زمان ولا بتعملوا عروض سمستر عالمي وسمستر عمي تمام يعني انا السمستر الجاي وانا هاخد منك وعد قدام الجمهور انك هتيجي تحضر الامتحان بعمل لهم سيده الجميله الله بتاعت اللي عملها الاستاذ فؤاد المهندس والفنانه العظيمه شوقي اتخرجت بيها رانيا فريد شوقي والله كان عامله دور شويكار وحضرت شويكار وحضر سمير خفاجه وحضره فاحنا بنعمل سمستر عالمي اللي هو باللغه العربيه وسمستر لغه عاميه
هايل. وبعدين احنا واخدين احنا عندنا الدكتور عادل عوض بيجي يدرس رقص ومعاه اربعه معيدين من ادفع المعيدين دول بقى بيشتركوا معانا في التمثيل لو في استعراض هم اللي بيعملوه. اوكي. لو في مرونه عضويه هم اللي بيعملوها. فاحنا عاملين تطوير رهيب باللائحه الجديده اللي هو المعتمد اللي هو الطالب بيختار المواد وبيختار الاستاذ فاحنا عندنا تطوير الاستاذ اللي بيختارهم يعني هم الطالب اللي بيختار الطالب بيختار مين بينزل اسم ثلاث اساتذه فهو يختار يروح فين وهو بيبقى عارفهم يعني لا مش فوق في اولى بيبقوا عارفين المعروفين اوكي زي حضرتك لكن مثلا لكن ثانيه ثالثه رابعه بيبقى خلاص درس فبيختار الاستاذ اللي هو حاسس انه مرتاح معاه اللي هو عايز يشتغل معاه اللي هو عايز يشتغل. طب هل بقيه الاقسام يا دكتوره زي الديكور زي مش عارف ايه بتاع برضه منتشرين في السوق ولا برضه منتشرين في المسرح لان احنا عندنا ديكور مسرحي هو احنا عندنا مسرح دلوقتي؟ لا طبعا طب لا طبعا لا طبعا بس هم اغلب بتوع ديكور الاوائل بيسافروا بره يعني يدرسوا ويرجعوا احنا عندنا مثلا مدرس لسه جاي من ايطاليا دكتور في الديكور عبقري 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 يعني استفاد جدا طبعا من الباس جاي لنا اتنين من امريكا لسه قسم التمثيل والاخراج الدكتوره اماني الدكتوره عاصم نجاتي بس للاسف خدوهم انتداب يعني مين اللي هي وزارة الثقافة يعني أماني خدوها في الهناجر وعاصم خدوه في مركز معرفش كويس بحيث احنا كنا عايزين نستفيد من الخبرات الجديدة ان هم يضيفوا للطلبة يعني فهم قالوا 9-10 اشهر وراجعين يعني مفيش مشكلة بس احنا نفسنا يبقى يعني الحالة الفنية يعني بتهيألي برضه سبب من الأسباب عدم الانتشار اللي حضرتك بتقوليها دي برضه ان مفيش مسرح يعني موهبته هتبان فين وهتبان ازاي طب ليه ما بتعملوش يا دكتورة انا كان عندي هنا فرقة اسمها فابريكا بتاعت الدكتورة نيفين علوبة وعندي كذا حد هنا جولي عاملين يعني نشاط كبير جدا ومش لاقيين اماكن تعرض يعرضوا فيها ومش لاقيين عندنا مسرح المعهد ده كبير جدا انا عارف انا طبعا انا مش انا عندي سامي خريج معهد وحضرت ياما عروض فيه وبتاع وكده ايوه عندنا مسرح المعهد وبندعي وبنجيب التلفزيون والسي بي سي جه صور برضه جزء من العروض وجميع المحطات جت صورت واحنا بنعمل حاجه جميله في ذكرى زكي طليمات بناخد نجم استاذ زكي طليمات يا جماعه هو مؤسس المعهد عشان كده يعني دايما في ذكراه بيعملوا احتفال بيه بنجيب نجم يعني احنا كان عندنا الاستاذ عادل امام مره والاستاذ يحيى الفخراني مره الاستاذ محمود ياسين مره الاستاذ الله يرحمه خالد صالح مره بنكرم حد من اللي افاد الحقل الفني وبنكرم حد خريج نجم تمام هاي يعني بنجمع بين الاثنين عشان ما نبقاش متحيزين تمام للخريجين بس انا موافق وحتى التكريم الذي ياتي من اكاديميه الفنون هو تكريم رائع لاي حد يتمناه في جمله قالها الاستاذ يحيى الفخراني انا مش قادر انساها قال انا كنت حاسس ان ناقصني حاجه بالتكريم ده انا حسيت ان انا خلاص اكتملت يا سلام على الجمال يعني كلمة رائعة الاستاذ عادل امام في اجتماعه مع سيادة الرئيس السيسي كان بيتكلم عن الاكاديمية وعن المعهد لانه اول مرة كان يدخل الاكاديمية ما انت عارفة يا دكتور عايز اقولك ان احنا يعني لقائنا ده هو احساس مننا بان حاجة عزيزة يجب ان تكون اكثر قلقا واكثر تألقا واكثر تحت الضوء اكتر وده اللي الواحد يعني انا فاكر امتحانات المعهد زمان انا فاكر تحس ان مصر كلها بتتكلم عن امتحانات المعهد ايوه كان المسرح القومي ايوه مش كده فليه الحاله دي مش موجوده والله بندعي يا دكتور والله بندعي والله بندعي يعني انا مش عايز اقول بس والله بندعي بندعي بس اقول لك اكتر الاستاذ اشرف عبد الباقي كلمته في التليفون قلت له انت بتجيب ناس من بره طب ابعت لك طلبه اللي هو اللي بيعمله بتاعته ابعت لك طلبه قال لي طيب لما يجي ساعه الاختبارات هبقى اديك خبر انا فوجئت ان الطلبه بتوعي بيقولوا لي ده الاستاذ اشرف في قاعه السيد درويش بيعمل اختبارات قلت لهم خلاص روحوا بس انتوا هتعملوا اختبارات قالوا لي ما ده اللي قدامهم يعني اللي قدامنا هنعمل ايه طب ايه المشكله في ان انا اعمل اختبارات يعني انا بسالهم لا فهو جايب ناس من بره ما عندهمش فكره
بس هو الاستاذ اشرف عمل حاجه قيمه لما عرف ان واحد خريج معهد قال له لا انت ما مش امتحان. ما هو ده اللي انا بقوله. ان انا ما بشوف اي حد جاي عندنا ويقول انا خريج معهد والاستاذ جمال يقول له يا ابني انت ما تقعدش مع دول، انت اوريدي مؤهل، انت جاي مؤهل والراجل درست وراجل، فانت ما تقعدش مع دول، انت تيجي الناس بس تشوفك عشان تعرف انت عامل ازاي. وده احنا يا دكتوره بنحس، انت عارفه طبعا ان سامي خريج معهد ورمزي خريج معهد، يعني في دماغنا هذه قبله الموهوبين الحقيقيين ولهم الاولويه في كل شيء، لان ده راجل نظر حياته لانه يدرس اربع سنين بس. اربع سنين ما بيعملش حاجه غيرهم بس، فهو اولى من غيره يعني. بيعز عليا جدا جدا ان ابننا او بنتنا من المعهد تبص تلاقي يوم ما كلمتك تكلم عن الابداع. الابداع شيء جميل وانا بروح العروض كلها على فكرة. انا مش ضد الابداع. في بنت كلمتك يعني كانت متاثره يعني فالابداع شيء، وهو مدير الابداع ابننا يعني خالد. انا عارف خالد خريج طبعا، وشيء جميل ان هو بيعمل طبعا. انتوا معلمينه اللي هيعلمه يعني، وهو بيساعد. قول لنا في دقيقه حضرتك شايفه التواصل يحصل ازاي علشان السنه الجايه يبقى في نجوم كلهم جايين من الاكاديميه؟ التواصل لما بنبعت دعاوي الناس تيجي، لما ابعت لحضرتك دعوه تيجي تمام. لما اكلمك في التليفون اقول لك في عرض او مهرجان تعالى شوف اكتشف، او تواصل بينا. طب انا عايز شاب جان، عايز بنت كذا تمام. كانوا كلهم بيكلموني على هذا الاساس وكنت ببعت لهم تمام. يعني استاذ فاضل، مدام انعام محمد علي، الاستاذ يحيى العالمي الله يرحمه، محمد سامي، يعني كل بيعمل تواصل. احنا بنعمل كاستنج دلوقتي وانا اكلم حضرتك بكره اقول لك ابعت لنا ناس. ايوه كل اللي عندك. بص انا بعمل ده، انا مش مستفيده غير ان ولادنا. ايوه فاهم. انا مش مستفيده غير ان ولادنا. يعني انا حسيت وانت بتكلميني بشحنه الغضب والغيره على ولادك اللي انت مخرجاهم، انا متاكد من بالزبط. ده بالظبط. وبعدين انا سعيده جدا ان انت فتحت الموضوع ده، واحنا بنقوله علنا. اي حد عايز اي حاجه ممكن انا ابقى همزه الوصل. دكتوره سميره محسن همزه الوصل، هي طبعا منتجه، ويعني هي بتشغل ناس، منتجه ومخرجه وممثله واستاذه بالاكاديميه. همزه الوصل بين جميع شركات الانتاج والولاد اللي هي شايفه ان هم موهوبين. في نص دقيقه هقول لك خبر. اتفضلي. اتفقت انا واستاذ رمزي، انا كاتبه سيناريو فيلم كله سبعه جداد طلبه من عندي، وجايبه السقه وحلمي وعز كل الخريجين، مجدي ورامز، كل دول كل واحد فيهم هيعمل مشهدين تمام عشان نسوق السبع بتوعنا في السينما. يا رب يوفقك ان شاء الله. دكتوره نورتينا، ويعني دائما هذا برنامجك لو في اي حاجه يشرفني ان حضرتك موجوده فيها يا فندم. احنا هناخد فاصل وهنستقبل الفنان والمثال والرسام العظيم ادم حنين. استنانا ما تستناناش، انت حر.